الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عقد المصنف هذا الباب وعنونه باب صفة الصلاة. وعادة العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يريدون في هذا الباب صفة الصلاة الكاملة، فيريدون الصفة مشتملة أركانها وواجباتها وسننها وآدابها. ولأن المرء كلما تمم صلاته بفعل السنن كلما كمل أجره. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يتفاوتون بالأجور في صلاتهم، ولربما كان بعضهم له عشرة أضعاف من بجواره. والسبب في ذلك أمران: الأمر الأول ما يتعلق بالقلب إخلاصاً وقنوتاً وإنابةً لله عز وجل، والأمر الثاني الذي سنتكلم عنه في هذا الدرس وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن باب صفة الصلاة مهم، لأن فيه تبييناً للازم والواجب في الصلاة والمتمم لأجرها والمكمل لها. ولنعلم أن المصنف إنما أورد بعضاً من سنن الصلاة لا كلها، وهذا يدلنا على أن طالب العلم يجب عليه أن يزداد في علمه وأن يزداد في نظره وأن ينظر في كلام أهل العلم وأن يعرف سنن النبي صلى الله عليه وسلم ليكمل أجره. وقبل أن نبدأ بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أبين مسألة، وهي أن بعض هذه السنن التي قد يريدها المصنف أو يريدها غيره قد يخالف بعض أهل العلم فيها فيرى أنها ليست سنة. فحينئذ فإن المجتهد بالدليل أو المقلد التقليد السائغ هو في الحقيقة بين الأجر والأجرين، فلا يعدم ثواباً، إما أجراً أو أجرين. وتعلمون من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحاكم إذا حكم فأخطأ فله أجر، وإذا أصاب فله أجران. قلت هذا لأن بعض من الناس قد يعنف ويشدد وينكر إنكاراً شديداً على من خالفه في سنة من سنن الصلاة، وهذا ليس من الفقه في شيء. فإن المرء كلما زاد علمه وفقهه في دين الله عز وجل كلما قل إنكاره، وكلما وسع الخلاف نفسه ووسع غيره معه. ولذا فإن مما يحز في النفس حقيقة أن تجد بعضاً ينكر على بعض فعل السنة، هو يراها والآخر لا يرى أنها سنة، أو العكس، بأن ينكر عليه ترك سنة هو لا يرى أنها سنة، وهكذا. نعم. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. نعم. أما دليل ذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأتوها وعليكم السكينة. والعلماء جرت عادتهم أنهم يذكرون السكينة والوقار ويفرقون بينهما، فيجعلون السكينة متعلقة بأفعال الجوارح، والوقار متعلق بالنظر. فقالوا إن السكينة في الجوارح فلا يسرع ولا يأتي لهثا، وأما الوقار فإنه يكون في نظره، فلا يلتفت ذات اليمين ولا ذات الشمال عند ذهابه إلى الصلاة. فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. نعم. هذا دليله ما جاء عند السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله، ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. أي يقول، بدلا من أن يقول: وافتح لي أبواب رحمتك، يقول: افتح لي أبواب فضلك، ويعيد الذكر السابق كما ذكر. نعم. كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجة. نعم. وتقدم. فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن أفعال الصلاة نفسها، فقوله إذا قام إلى الصلاة يدلنا على أن تكبيرة الإحرام لا تصح إلا حال القيام،
لأن القيام في الصلاة ركن وشرط في ركن، فالقيام في الصلاة ركن في الصلاة وشرط لتكبيرة الإحرام، فلا تصح تكبيرة الإحرام إلا أن يكون المرء قائما، إلا إذا جاز له الجلوس بأن كان عاجزا أو كانت الصلاة صلاة نافلة، فإنه يجوز له حينئذ أن يكبر جالسا. وهذه الفائدة نستفيد منها أن من كان عاجزا عن الركن وكان قادرا على الشرط فإنه لا يسقط عنه، فإن بعض الناس يكون عاجزا عن القيام في القراءة لكنه قادر على القيام عند تكبيرة الإحرام، فنقول يجب عليك أن تقوم لتكبيرة الإحرام أو عند تكبيرة الإحرام، فإن لم تقم فإن تكبيرة الإحرام لا تنعقد، لأن الفقهاء ينصون على أن القيام في تكبيرة الإحرام شرط لصحتها إلا للعاجز أو أن تكون في نافلة. الأمر الثاني قال: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، هذا يسمى تكبيرة الإحرام وهي ركن كما سيأتي ونعرف دليلها فيما بعد. ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع. نعم، التكبير تكبيرة الانتقال، تكبيرة الإحرام ومثلها تكبيرات الانتقال، ذكر العلماء أن لها سنة وهي أن تكون حذفا، ومعنى كونها حذفا أمران: الأمر الأول أي ألا تمد وإنما تنطق بلا مد زائد عن المد الطبيعي، فلا تقول في تكبيرة الإحرام ولا في تكبيرات الانتقال الله أكبر، وإنما تحذف التكبير حذفا، ثبت ذلك عن إبراهيم النخعي قالوا وقد جاء له ما يعضده وقد جاء ما يدل عليه أو وقد روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يثبت. الأمر الثاني أن هذا التكبير حذفه قالوا معناه عدم إعرابه، فلا تعرب الراء وإنما تسكنها فتقول الله أكبر ولا تقول الله أكبر، وهذا معنى حذف التكبير. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تكبيرة الإحرام يسن فيها رفع اليدين، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، جاء ذلك من حديث مالك بن حويرث وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة فيما نقل عنه صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف صفة رفع اليدين في التكبير فقال: ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه. هنا ذكر المصنف موضعين: الموضع الأول قال أن يرفع يديه إلى حذو المنكبين، والمنكبان هما العظمان اللذان يكونان في جانب الصدر أو أعلى الصدر ويكونان بجانب الرقبة، فيكون رفع اليدين محاذيا بهما منكبيه بأن يجعلها على هذه الهيئة فيجعل الكف محاذيا للمنكب، هذا الأمر الأول. والمحاذاة كما ذكر الشيخ تقي الدين في شرحه للعمدة إنما تكون بوسط الكف لا بطرفها، فإذا أردت أن تحاذي المنكبين فيكون المحاذاة بوسط الكف على هذه الهيئة. الصفة الثانية التي وردت ما ذكره قال: أو إلى شحمة أذنيه، وقد جاء ذلك في حديث ابن عمر، الأول في حديث مالك بن حويرث والثاني في حديث عبد الله بن عمر، وصورة ذلك أن يرفع يديه قليلا حتى يحاذي. وفرق بين المحاذاة والمس، فإن بعض الناس يظن أن التكبير يكون فيه مس لشحمة الأذنين وليس ذلك كذلك، وإنما فيها المحاذاة، فيحاذي بأطراف أصابعه أذنيه أو يحاذي بوسط كفه أذنيه، فالمحاذاة للأذن من جهتين. لماذا قلنا إن المحاذاة للأذن من جهتين؟ لأن العلماء يقولون إن الحديثين اللذين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم له احتمالان: إما أنه اختلاف في حكاية حال واحدة أو أنه اختلاف في الحال، والمشهور عند فقهائنا أن السنة أن تكون اليدان حذو الأذنين عند التكبير، وفي نفس الوقت يصدق عليها أنها حذو المنكبين على هذه الهيئة، فتكون محاذاة الأذنين بأطراف الأصابع ومحاذاة المنكبين بوسط الكف، فجعلوا الحديثين كأنهما يحكيان هيئة واحدة. وقال بعض أهل العلم هو الذي مشى عليه المصنف أنه يجوز الوجهان، فيجوز أن يرفع قليلا فيحاذي شحمة أذنيه بوسط كفه أو بعضها، والصدر إما أن يحاذيه بوسط كفه أو ببعضه نازلا أو رافعا، والأمر في ذلك واسع، وإنما أردت التبيينة لكي نقارن ما ذكره المصنف هنا
مقارنة بما ذكره الفقهاء المتأخرون. ثم ذكر المصنف أن اليدين ترفعان في الصلاة في أربعة مواضع. قوله في أربعة مواضع هنا ليس فيها ليس المقصود الحصر على الإطلاق، بل إن هناك مواضع أخرى ترفع فيها الكفين عند التكبير، وإنما مراده في الصلاة المفروضة والنافلة ما لم يرد شيء من الطوارئ، وسأذكر الطوارئ التي ترفع فيها اليدين غير هذه المواضع الأربع. قال: أولها عند تكبيرة الإحرام أي في أول الصلاة، والثانية عند الركوع أي عند الهوي للركوع فيكبر عندها، والثالثة عند الرفع منه أي عند الانتقال من الركوع إلى استتمام القيام. وهذه الثلاثة المواضع ورد فيها أكثر من حديث، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنه، وجاء أيضا من حديث غيره. الموضع الرابع قال: وعند القيام من التشهد الأول. وهذا الموضع اختلف في صحته وثبوته، فجاء عن الإمام أحمد أنه ضعفه وأعله، ولذا فإن بعضا من المتأخرين قال إن مواضع رفع اليدين في الصلاة إنما هي ثلاثة ولم يذكر الرابع. وألف ابن القيم رحمه الله تعالى جزءا في تصحيح هذا الحديث مطبوع، ولذا فإن بعض من المتأخرين صحح أن المواضع أربع، واستظهر ذلك صاحب المبدع والشيخ تقي الدين وابن قدامة وغيرهم. وعلى ذلك فإن ظاهر السنة أنها ثلاثة مواضع أو أربع، فإنه قد يقال إن الرابع يفعل أحيانا ويترك أحيانا، ولكن الآكد في رفع اليدين في التكبير تكبيرة الإحرام، ثم يليه الموضع الثاني والثالث، ثم يليه الموضع الرابع، فهذا باعتبار التأكيد السنية آكده عند تكبيرة الإحرام لاتفاق الفقهاء في المذاهب الأربعة عليه، ثم يليه الموضع الثاني والثالث ثم الرابع للاختلاف في حديث ابن عمر رضي الله عنه هل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. إذن هذه أربعة مواضع ذكرها المصنف. هنا فائدة عند من قال بالأربعة المواضع وهو ابن قدامة وغيره من أهل العلم، فإنه لما ذكر هذه المواضع الأربع ذكر لها مناطا مناسبة وضابطا يجمعها، فقال إن كل تكبير في الصلاة لا يسبقه سجود ولا يلحقه سجود فإنه ترفع فيه اليدان، وأما إن كان تكبير الانتقال يسبقه سجود كحال الرفع من السجود للجلسة بين السجدتين، أو عند الرفع من السجود للتشهد الأول أو الثاني، أو عند الرفع من السجود للركعة الثانية أو الرابعة، فإنه لا ترفع فيها اليدان. أو كان يلحق تكبيرة الانتقال سجود كحال الهوي للسجود إما من قيام أو من جلوس أو من قعود. إذن هذا الضابط في لكي تعرف هذه المواضع الأربع. وقول المصنف رحمه الله تعالى في أربعة مواضع إنما هو لا مفهوم له، ليس معناه أنه ينفى في غيرها، بل عند فقهائنا ترفع اليدين في مواضع أخرى، منها أنه ترفع اليدين عند تكبيرات الزوائد في العيدين، ومنها أنه ترفع اليدين كذلك في تكبيرات الجنازة، ومنها أنه ترفع اليدين عند الهوي لسجود التلاوة والرفع منه. فهذه المواضع على المشهور أنها ترفع فيها اليدين. أما الموضع الأول والثاني فلأنه قد جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما أنهما كانا يرفعان اليدين يرفعان أيديهما عند التكبير في الجنازة وفي العيد وبعض الإخوة يقول إنه لم يقف على إسنادها في الجنازة. نقول: وإن لم تقف على إسنادها إلا أن الأئمة احتجوا بذلك، فإن أحمد احتج بأثر عمر وابنه، وأحمد كما قال أهل العلم أنه ربما وافقه وساواه غيره في علمه بالحديث والعلل، لكن لم يقاربه أحد في معرفة آثار الصحابة رضوان الله عليهم، واحتجاجه بأثر عمر وابنه يدل على صحته عنده. هذا من جهة. من جهة أخرى أن أغلب الآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد الداعي والباعث على نقلها وروايتها، ولذا لم يصلنا كثير منها، بخلاف حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن سنن سعيد بن منصور لم تصلنا كاملة، وسنن الأثرم وفيها من الآثار الجم الكبير من الأخبار لم تصلنا كذلك. ولذا فإن استدلال الأئمة الذين عنوا بالآثار يدل على صحة هذا الأثر عندهم. نعم. عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، صحت الأحاديث فيها جميعا. والموضع الرابع اختلف في صحة الحديث
ولكنه ثابت في الصحيح. وقلت لكم إن ابن القيم رحمه الله تعالى ألف جزءا في تصحيح هذا الحديث وشنع على من ضعفه. عندنا هنا مسألة في قضية هذه التكبيرات التي يرفع فيها اليدين، متى يكون رفع اليدين؟ نقول إن رفع اليدين السنة أن تكون مع تكبيرة الانتقال أو تكبيرة الإحرام، في وقت التكبير حينما تقول الله أكبر، هذه هي السنة لأنها هيئة للتكبير فناسب أن تكون معه. ويجوز أن تتقدم في تكبيرات الانتقال على التكبير ويجوز أن تتأخر عنه. إذن السنة أن تكون معه حال قولك الله أكبر عندما تنتقل بين الأركان مثلا، ويجوز أن تقدمها ويجوز أن تؤخرها. لما قلنا إنه يجوز أن تقدمها ويجوز أن تؤخرها؟ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر ثم رفع، أي رفع يديه، وجاء في حديث آخر أنه رفع ثم كبر، فدل ذلك على أنه يجوز أن يتقدم رفع اليدين على التكبير ويجوز أن يتأخر رفع اليدين على التكبير. مثاله عندما يريد المرء أن يهوي إلى الركوع فيرفع يديه ثم يقول الله أكبر، وسأتكلم بعد قليل ما هو موضع التكبير وهو قول الله أكبر. والعكس إذا قال سمع الله لمن حمده ثم استتم قائما جاز له، لكنه خلاف الأفضل أن يرفع يديه بعد ذلك، ولكن الأفضل أن يكون حال الانتقال بين الركنين عندما يتلفظ بالتكبير. ويضع يده اليمنى على اليسرى. نعم، لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى. ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى له هيئات كلها ثابتة وصحيحة. من الهيئات أن يضع كفه الأيمن فوق كفه الأيسر على هذه الهيئة، ومن الهيئات كذلك أن يقبض كفه الأيسر أو رسغه الأيسر بكفه الأيمن فيقبض عليه بهذه الهيئة، وكلاهما وارد من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. فوق سرته أو تحتها أو على صدره. نعم، قوله فوق سرته أي على السرة نفسها، وتحت سرته أي أن السنة أن يكون وضع اليدين تحت السرة. وعلى الصدر، المراد بالصدر ليس الصدر الذي نعرفه هو القفص الصدري، لا، ليس ذلك مرادا، بل إن أهل العلم يقولون إن وضع اليد على الصدر مكروه لأنه يخالف هيئة الخشوع، وإنما المراد بالصدر إن ثبت الحديث فيه، وسأذكر الحديث بعد قليل، مطلق المواجهة، فحينئذ يكون ما فوق السرة أي أعلى من السرة بقليل يكون هو المراد بالصدر. الدليل على أن السنة أن تكون اليدان تحت السرة ما ثبت بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال السنة أن يضع المصلي يديه تحت سرته. والقاعدة الأصولية المعروفة أن الصحابي إذا قال من السنة كذا فله حكم الرفع، وهذا أصح ما في الباب. وأما ما جاء في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على يده اليسرى فهذا ثابت، وأما زيادة على صدره فإنها ضعيفة، أنكرها الإمام أحمد وقال إنها لا تصح. ولذا كره أهل العلم أن يضع المرء يديه على صدره، وقالوا إنها تنافي هيئة الخشوع، فإذا رأيت شخصاً وضع يديه على صدره أمامك ليس ذلك مناسباً مع هيئة الخشوع، وإنما الخشوع أن تكون على السرة أو دونها. واختار الشيخ تقي الدين أنه إن ثبت الحديث فإنه محمول على أن المراد بالصدر مطلق المواجهة لا الصدر الذي نعرفه بالقفص الصدري، وعلى ذلك فإنها تجعل اليد على السرة أو تحتها أو فوقها بيسير، وهذا الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى. إذن فقول المصنف أو على صدره ليس مراده الصدر الذي نعرفه، وإنما مراده بالصدر أي مطلق المواجهة، فتكون اليد على البطن أي فوق السرة بقليل، وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين. وإنما الأولى والأحوط وظاهر النص من حديث علي أن تكون اليدان المقبوضتان تحت السرة أو عليها. ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، دعاء الاستفتاح سنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 7 أدعية نقلها ابن القيم في زاد المعاد. وهذه الأدعية المرء مخير بينها، لكن أفضلها في صلاة الفريضة ما أورده المصنف، فهذا الذي ذكره المصنف هو أفضل أدعية الاستفتاح التي تقال في صلاة الفريضة. لما قلنا إنه الأفضل؟
لأنه ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى الأمصار أن يعلموا الناس أن يقولوا في صلاتهم هذا الدعاء، فيكون اختيار الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الدعاء في الفريضة يؤكده، ويحمل ما جاء من الأدعية الأخرى على أنه مشروع في الفريضة وفي غيرها، لكن الأفضل في الفريضة الدعاء الذي أورده هنا، وهو ثابت من حديث عائشة ومن حديث غيرها رضي الله عن الجميع. قال: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الدعاء ميزته من 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 صيغته أنه يكون حاويا للكلمات الفاضلة، الكلمات التي سماها الله عز وجل الباقيات الصالحات، وقد قال الله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وفي السورة الثانية: خير عند ربك ثوابا وخير مردا، فهي خير أملا ومردا وخير أملا وخير مردا وخير عاقبة. ولذلك فإن هذه الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فأما التكبير فقد ابتدأ به المصلي صلاته تكبيرة الإحرام، وهذا الجملة التي أتى بها بعدها فيها التسبيح والتحميد والتهليل، فتكون الكلمات الأربع الفاضلات، وهي أفضل كلم بعد كلام الله عز وجل، هذه الكلمات الأربع يكون المصلي افتتح بها صلاته. نعم. ثم يتعوذ. نعم. قال: ثم يتعوذ. التعوذ له صيغ كثيرة، ومنها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه صيغ التعوذ هي تبع للقراءات، فإن أهل الإقراء وعلماء الإقراء لكل واحد منهم طريقة في الإقراء، وأما ما نروي به القراءة فإن التعوذ يكون بأعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ويبسمل. نعم. قال: ويبسمل. عندنا ويبسمل معناها أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وحينما فصل المصنف بين البسملة وبين سورات الفاتحة هذا يدلنا على أن البسملة ليست من الفاتحة لكنها آية من القرآن حيث كتبت. والدليل على أنها ليست من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل أثنى مجدني عبدي، فدل ذلك على أن أول آية في الفاتحة إنما هي الحمد لله رب العالمين. وأما البسملة فليست من الفاتحة، وإنما هي آية جيء بها للفصل بين السور، وكل موضع كتبت فيه البسملة فإنها هكذا نزلت، لكنها ليست من السورة التي بعدها إلا في سورة واحدة وهي سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إذن البسملة ليست آية من الفاتحة، ولا يثبت حديث أنها من الفاتحة. فإن قال امرؤ: إني أفتح المصحف فأجد فيه عند الترقيم والعد بسم الله الرحمن الرحيم واحد، ثم الحمد لله رب العالمين أجد بعدها في الفاصلة اثنان، فنقول إن مواضع الآي توقيفي. انظر معي، مواضع الآي توقيفي، كما أن الوقف والابتداء توقيفي، والاختلاف فيه داخل في عموم الاختلاف الأحرف السبعة. وأما عد الآي فاجتهادي، في فرق بين موضع فواصل الآي وبين عدها، فأما مواضعها فإنه توقيفي وسماعي، أما عدها فإنه اجتهادي، فلم تعد ما هي الأولى والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة والمئة إلا بعد ذلك. وعلماء الإقراء لهم طريقتان وهما الأشهر في عد الآي، ومن أول من صنف فيها أبو عمرو الداني في كتابه البيان في عد آي القرآن، وهي طريقة المدنيين وطريقة الكوفيين أو البصريين. فالمدنيون لما عدوا آية الفاتحة، طبعا والفاتحة بإجماع أنها سبع لأنها هي السبع المثاني، عدوا الحمد لله رب العالمين هي الأولى، الرحمن الرحيم هي الثانية، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة، وافتح المصحف الذي عدت فيه الآي برواية نافع المدني، فستجدها على هذه الهيئة، بخلاف طريقة الكوفيين
التي قرأ بها حفص عن عاصم. نعم. ويقرأ الفاتحة. نعم، ويقرأ الفاتحة، وتكون الفاتحة مبتدأة بالحمد لله رب العالمين، وخاتمتها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وأما التأمين فإنه سنة. ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. نعم، قوله ويقرأ معها، أي ويقرأ مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة، وكذلك أيضا في الثنائية من باب أولى. وإنما أورد الرباعية والثلاثية لكي يخرج الركعة الثالثة والرابعة منهما، فإنه لا يقرأ فيها إلا بالفاتحة فقط، ويجوز الزيادة عليها، يجوز الزيادة على الفاتحة. وأما الأوليان من الثنائية والثلاثية والرباعية فإنه يستحب الزيادة على الفاتحة بقراءة. وقوله سورة يدلنا على أن السنة أن تقرأ سورة كاملة، وألا يقرأ بعض سورة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بعض سورة، فدلنا ذلك على أن الأولى أن تقرأ سورة، ويجوز أن يقرأ بعضها، إذ الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الركعة الواحدة يقرأ سورة كاملة. هذه السورة ما قدرها؟ قال يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أواسطه. نبدأ أولا بمعرفة طوال المفصل وأواسطه وقصاره، ثم نذكر الدليل على ذلك. أما طوال المفصل فإنها تبدأ من قاف إلى عم، وأنتم تعلمون قاعدة ذكرتها لكم بالأمس أن العلماء يقولون إن الحد لا يدخل في المحدود، بمعنى أن ما بعد إلى وحتى لا يدخلان فيما قبلها. فحينما نقول إن طوال المفصل يبدأ من قاف وينتهي إلى عم، فهل تكون عم من طوال المفصل أم لا؟ لا. إذن آخر السور في طوال المفصل هي سورة المرسلة. طيب، أواسط المفصل تكون من عم إلى الضحى، وأما قصاره فمن الضحى إلى النس، وهذا هو الأصح والأشهر في تقسيم المفصل. وسمي مفصلا لأن الآيات فيها مفصلة وقصيرة، وقيل سمي مفصلا لأن فيه تفصيلا وتبيانا للمعاني العظام الجليلة في هذه الآية. طبعا والعلماء لهم مؤلفات مفصلة في تقسيم القرآن وتحزيبه، طبع بعضها. طيب، ما الدليل على أنه يستحب ذلك؟ قالوا ما جاء من حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه رأى رجلا يصلي فقال لقد رأيت إن أمثلكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. فقال سليمان بن يسار فحسبت صلاته فإذا به يقرأ في الفجر بطوال المفصل، وفي المغرب بقصاره، وفي الظهر والعصر بأواسطه. وجاء عند الترمذي وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكتب إلى الأمصار أن يأمروا الأئمة أن يصلوا الفجر بطوال المفصل، والمغرب بقصاره، وباقي الصلوات وهي الظهر والعصر بأواسطه. فدل ذلك على أن الأفضل والأتم أن تقرأ هذه، ويجوز أن يخالف ذلك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف مرة، وقرأ فيها أيضا بالطور في بيت الله الحرام هنا أمام الكعبة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفجر بالزلزلة. إذن مخالفة ذلك ليس مكروها، وإنما يكون خلاف الأولى. نعم. يجهر في القراءة ليلا. نعم، قوله يجهر بالقراءة ليلا هذه ليس لها مفهوم، وإنما هو أغلبي، لأن وإنما هو منطوق فقط. فكل صلاة تصلى في الليل فإنه يجهر فيها، فالمغرب والعشاء هي من صلاة الليل. وأما صلاة النهار فإن العلماء يقولون، ومن أول من وقفت عليه أنه قال هذه الكلمة، ربما قالها قبله زمان، وهو إسحاق بن راهويه، قالوا إن صلاة النهار عجماء، صلاة النهار عجماء، أي لا جهر فيها. لكن هناك صلاتان في النهار أو ثلاث يجهر فيهما، أورد المصنف بعضها، وهي الجمعة والعيد، ومن أهمها وهي من صلاة النهار وهي الفجر، فإن الفجر عند فقهائنا من النهار وليست من الليل، إذ العلماء في الفجر يرون ثلاثة مسالك، منهم من يرى أن النهار يبدأ من طلوع الفجر فتكون صلاة الفجر في النهار، ومنهم من يرى أن
النهار يبدأ بطلوع الشمس فتكون الفجر من الليل، ومنهم من يرى أن الفجر فصل بين الليل والنهار، والمعتمد عند فقهائنا الأول، فإنهم يرون أن النهار يبدأ بطلوع الفجر. وعلى ذلك طبعا ينبني عليه عشرات المسائل والفروع، منها أننا نقول إن صلاة الفجر هي من صلاة النهار، ومع ذلك يجهر فيها. قال: ويسر بها نهارا. قوله ويسر بها نهارا أي سواء كانت الصلاة أصلها من صلاة الليل أو من صلاة النهار. فلو أن امرأ صلى الظهر في وقتها فإنه لا يجهر فلا يشرع له الجهر. وكذا لو كانت الصلاة في الليل، عفوا، لو كانت الصلاة من صلاة الليل وصلاها في النهار، رجل نام عن صلاة المغرب أو العشاء فصلاها في النهار فإنه لا يجهر فيها، لأن النهار الأصل فيه أن صلاته عجماء لا جهر فيها. وقول العلماء صلاة النهار عجماء لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد شهر عند المتأخرين رفعه له صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله ويسر بها نهارا، فقوله بها أي بالقراءة، سواء كانت الصلاة من صلاة الليل أو من صلاة النهار إذا أداها نهارا. قال: إلا الجمعة والعيد فإنه يجهر بهما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت في أكثر من حديث في ذلك. ويسر بها نهارا إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. نعم، وسيأتي إن شاء الله أن هذه الصلوات كلها يجهر بها في محلها. ثم يكبر للركوع. نعم، هذه المسألة أريد أن نقف عندها بعض الشيء، لأنها مسألة مهمة وتحتاج إلى تنبيه. هذا التكبير يسميه العلماء بتكبير الانتقال. التكبير في الصلاة نوعان: تكبير إحرام وهو ركن، والتكبير الثاني يسمونه تكبير الانتقال وهو واجب. وتكبير الانتقال كل تكبير في الصلاة غير التكبيرة الأولى التي دخل الصلاة بها. تكبير الانتقال واجب من الواجبات كما سيأتينا إن شاء الله في محله بعد قليل، لكن يهمنا في تكبيرة الانتقال مسألتان مهمتان. المسألة الأولى في لفظها، قلت لكم في تكبيرة الإحرام أن السنة أن يكون التكبير ماذا؟ جزما، وجاء في بعض الروايات حزم بالمعجمة وبالمهملة. والجزم أو الحزم معناه ترك الإعراب في آخر الكلم، فتقول الله أكبر وألا تمدها مدا خارجا عن المد الطبيعي، فإن المد إذا جاوز ذلك ربما كان منهيا عنه فيما يجاوز الحدود المسموعة عند علماء الإقراء والأداء. هذا ما يتعلق بصيغة بلفظها. المسألة الثانية المهمة، ما هو موضعها؟ وانتبه لهذه المسألة. العلماء يقولون إن تكبيرة الانتقال موضعها بين الركنين. انظر معي، ركز معي، لأنه سينبني على ذلك صور. تكبيرة الانتقال موضعها ماذا؟ بين الركنين. فلو سألت أحد الحاضرين فقلت كيف يكون تكبير الانتقال عند الهوي للركوع؟ كيف يكون بين الركنين؟ من يجيبني؟ تفضل. سم، عندما يهوي من القيام وقبل أن يصل إلى حد الركوع، ما بين الركنين هو الذي يأتي فيه بلفظ التكبير. طيب، قال العلماء: والناس بإتيانهم التكبير في محله لهم صور. الصورة الأولى أن يأتي بالتكبير كاملا بين الركنين، فهذا صحيح ولا شك فيه. صورة ذلك أن يقول الله أكبر لفظ الجلالة والخبر وهو أكبر كاملا قبل أن يصل إلى حد الركوع، فلا شك أنه قد فعل الصحيح. الحالة الثانية أن يبدأ التكبير في محله ويختمه بعد محله، بأن يبدأ التكبير بين الركنين وينهيه عندما يصل إلى الركن الثاني وهو الركوع أو السجود. العلماء قالوا يصح تكبيره كذلك. لماذا؟ قالوا للمشقة، فإن أغلب الناس ما يستطيع أن يجعل التكبير فقط بين الركنين، وإنما ربما يصل للركن ولم ينتهي تكبيره، ولذلك فإن هذه الصورة جائزة.
من غير كراهة للمشقة الشديدة فيها. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يبدأ التكبير قبل محله ويختمه في محله، فهو قائم يقول الله وينهي التكبير حال هويه فيهوي وهو يقول أكبر، إذن ابتدأ التكبير قبل المحل وختمه في المحل. هذه الصورة مشهور المذهب أنها لا تصح التكبير، ومال ابن رجب في فتح الباري إلى أن المشقة فيها كبيرة وأنها تصح كالحالة الثانية. الحالة الرابعة أن يأتي بالتكبير كاملا من أوله إلى منتهاه قبل المحل، فقال فقهاؤنا إن التكبير لا يصح، فيقول الله أكبر ثم يركع كما يفعله بعض الأئمة لأجل اللاقط، فيريد أن يستمع الناس إليه فيقول الله أكبر كاملا ثم يهوي. قال العلماء تكبيره غير صحيح فيلزمه إعادته، فإن كان عالما بالحكم غير جاهل وتعمد ذلك وليس بناس فإن صلاته باطلة، لأنه ماذا؟ ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا. وأما إن تركه ناسيا وتذكر قبل السلام وجب عليه سجود السهو لأنه ترك واجبا من الواجبات نسيانا. الحالة الخامسة أن يأتي بالتكبير كاملا بعد المحل، مثاله عند الناس عندما يرفع من السجود للقيام للركعة الثانية، فإذا استتم قائما عمدا وبعض الناس نسيانا يقول الله أكبر، نقول إن هذا التكبير لا يجزئ. لماذا لا يجزئ؟ لأنه في غير محله، فإن كان متعمدا بطلت صلاته. إذن الأتيان بالتكبير باعتبار محله له خمس حالات. من يريدها لي بسرعة؟ من الأول يا شيخنا؟ أن يأتي بالتكبير كاملا بين الركنين فقد أصاب. الثاني أن يبتدئ التكبير في محله ويختتمه بعد محله عند ابتداء الركن الثاني تصح صلاته. الثالث أن يبتدئ قبله ويختمه في أثنائه. المذهب أنه لا يصح التكبير، ومال ابن رجب إلى أنه يصح للمشقة للمعنى. الرابع أن يبتدئ بالتكبير ويختمه فيقول الله أكبر كاملا قبل المحل. وما المحل؟ وهو الهوي للركوع أو الهوي للسجود، أي ما بين الركنين. ومثله الخامس أن يأتي به بعد المحل عندما يصل إلى الركن الثاني، ففي الرابع والخامس لا يصح تكبيره. وهذه المسألة مسألة مهمة كثير من الناس يخطئ فيها فانتبهوا لها، وهي من المسائل التي قد تبطل الصلاة إن كان المرء عالما للحكم. نعم. ويضع يديه على ركبتيه. نعم، قال ويضع يديه على ركبتيه، وهذا قد جاء فيه الحديث سعد في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين على الركبتين. ووضع اليدين على الركبتين المجزئ منه وضعهما مسا، والكمال فيه وضع اليدين الكفين كاملتين على الركبتين مفرجة الأصابع فيكون كالقابض على الركبة. ووضع اليدين على الركبتين هل هو واجب في الركوع أم لا؟ ذكر ابن مفلح في حاشيته على المحرر أنه لم يقف على كلام للمتأخرين فيها، قال ومنصوص الإمام أحمد وظاهر السنة أنه يجب وضع اليدين على الركبتين بدليل حديث سعد أمرنا بوضع الأيدي على الركب، فدل ذلك على أنه واجب، وهو الذي مال له بعض المتأخرين كما في الغاية وشرحها. وبناء على ذلك فإننا لا نسمي الركوع ركوعا إلا بوجود شرطين، وانتبه لهذه المسألة المهمة، لا يكون الفعل ركوعا إلا بوجود شرطين. الشرط الأول وهو الانحناء، فإن لم ينحن المرء فليس براكع لغة. الشرط الثاني أنه لا بد من مس الركبتين لحديث سعد وهو منصوص أحمد، وهو الذي يعني وإن لم يذكره كثير من المتأخرين إلا أنه هو ظاهر كلامهم كما قرره المحققون كابن مفلح وغيره. فإذا وجد هذان الوصفان فإن الفعل يسمى ركوعا وهو الحد المجزئ في الركوع. ونستفيد من معرفة الحد المجزئ في الركوع مسائل،
أو نستفيد من معرفته مسائل، منها أن من لم يفعل هذا الحد فلا نسمي فعله ركوعا ولا تصح صلاته. كذلك نستفيد منه أن الذي يدرك الإمام بالحد المجزئ قبل أن يرفع الإمام من ركوعه فقد أدرك الركعة. فإذا وضع المرء كفيه أو أطراف أصابعه على ركبتيه قبل أن يقول الإمام حرف السين من سمع الله لمن حمده إن لم يكن يراه، وإن كان يراه قبل أن يراه قد ارتفع من الركوع، فإنه في هذه الحال يكون قد أدرك الركعة مع الإمام. وإن لم يدرك هذا الحد المجزئ وهو الحد الأدنى فإنه لا يكون قد أدرك الركعة مع الإمام. نعم. ويجعل رأسه حيال ظهره. قال ويجعل رأسه حيال ظهره لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوب ظهره، بمعنى أنه لا يخفضه ولا يرفعه، فيجعل الرأس والظهر مستقيما فليس فيه خفض للرأس ولا رفع له عن ظهره، وهذا ورد في الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره. قال ويقول سبحان ربي العظيم وجوبا لأمر الله عز وجل به في كتابه، فإن الله عز وجل قال وسبح باسم ربك العظيم، فدل ذلك أنه يجب فعله. ولما نزلت هذه الآية فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم، فدل على أنه يجب الإتيان بها في الصلاة. هذا التسبيح العلماء يقولون أفضل صيغه نص عليه الإمام أحمد هو أن تقول سبحان ربي العظيم، وأما إذا زدت وبحمده فإنه جائز، والأفضل أن لا تأتي بها، لأن أكثر الأحاديث وأصحها لم تكن فيها هذه الزيادة، لكن يجوز لك أن تأتي بها. نعم. قال ويكرره أي ويسن له أن يكرره، وأقل الكمال ثلاث وأكثر الكمال عشر ولا منتهى لحده. نعم. وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن. نعم. إذا قال مع أو حال سجوده وركوعه سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي فإنه مندوب وحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، فإنه لما نزلت عليه سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين لا ليست العصر النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، قالت عائشة كان يتأول القرآن فيأتي بهذا الدعاء فيجعله في ركوعه وسجوده. والركوع لا يشرع فيه دعاء الطلب وإنما كله دعاء الثناء إلا هذا الدعاء فقط، وما عدا ذلك فلا دعاء في الركوع، لما جاء من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فأكثروا فيه من الثناء، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، فدلنا ذلك على أن الأصل أن الركوع لا دعاء طلب فيه إلا هذا الدعاء الخاص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرفع رأسه. ثم يرفع رأسه وهو يسمى الرفع من الركوع. قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا. نعم، هذا الذي يسمى التسميع، والتسميع يقوم مقام تكبيرة الانتقال، وعلى ذلك فإنه يأخذ حكمه فيكون واجبا ويأخذ هيئته، فيكون التسميع بين الركنين أي عند الرفع من الركوع وقبل الاستتمام قائما، والتسميع إنما يكون للإمام والمنفرد، وأما المأموم فلا تسميع له، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وذكر في الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقوله فقولوا ربنا ولك الحمد يدل على أن المأمومين لا يقولون التسميع وإنما يقولون التحميد فقط. نعم. ويقول الكل ربنا ولك الحمد. نعم، قال ويقول الكل ربنا ولك الحمد، هذه الجملة تدل على أن المأموم والإمام والمنفرد كلهم يقولون ربنا ولك الحمد، الدليل عليه الحديث وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقوله فقولوا هذه صيغة جمع فتدل على التشريك، فالمأموم والإمام كلاهما يقول ربنا ولك الحمد. طيب، الفرق بينهما أن الإمام يقول التحميد إذا استتم قائما، وأما المأموم فإنه يقول التحميد بين الركنين لأنها تقوم عنده مقام تكبيرة الانتقال.
إذن هذا ما يتعلق بالتحميد. المسألة الأخيرة في التحميد وهي صيغته، ذكر المصنف أنه يقول ربنا ولك الحمد، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 صيغ، أن يقول ربنا ولك الحمد وبحذف الواو فيقول ربنا لك الحمد، وبزيادة اللهم فيقول اللهم لك الحمد، وبزيادة اللهم والواو فيقول اللهم ربنا ولك الحمد. هذه 4 صيغ كلها جائزة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من اختلاف التنوع، لكن أفضل هذه الصيغ هي ما أورده المصنف، لأنها أصح ما ورد في الباب، وهي الذي نص عليه الإمام أحمد وقال إنه أصح شيء، فتأتي بالواو بدون اللهم فتقول ربنا ولك الحمد، هذه أفضل الصيغ. لماذا نقول إنه أفضل الصيغ؟ لأن قاعدة فقهائنا أن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وردت في المحل فنقول إنها كلها مشروعة، ولكن ننتقي أحدها فنقول إنه أفضله، إما لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم له، أو لاختيار الصحابة له، أو لكونه الأصح إسنادا، مثل ما قلنا في دعاء الاستفتاح، ومثل ما قلنا في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بناء على القراءة التي وردت، ومنها هنا ربنا ولك الحمد، ومنها سبحان ربي العظيم، ومنها ما سيأتينا أيضا في الصلاة وفي غيرها. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ثم يسجد طيب. على أعضائه هذه الزيادة وهي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذه الزيادة مسنونة وليست بواجبة، لا للإمام ولا للمأموم ولا للمفرد. المشهور عند المتأخرين أن هذه الزيادة لا يقولها إلا الإمام والمنفرد فقط، وأما المأموم فلا يقولها، واستدلوا بظاهر القرآن بظاهر الحديث، فإنه قال قولوا ربنا ولك الحمد ولم يزد على ذلك، فمفهومه ألا يقال شيء غيره. ولكن الصحيح ما ذكره المصنف وهو ما اختاره أبو الخطاب والشيخ تقي الدين في جزء مفرد له، أن هذه الزيادة يقولها الإمام والمنفرد والمأموم كذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذا الحديث فيه يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء، طبعا ملء يجوز فيها النصب ويجوز فيها الرفع، فإن رفعت فتكون صفة للحمد، وإن نصبت فتكون حالا للحمد، فيجوز فيها الرفع والنصب، فهي صحيحة لغة ثابتة رواية. السماء جاءت الرواية بالإفراد وبالجمع، والمشهور في كتب الفقهاء الإفراد، والأكثر في الأحاديث إنما هو الجمع، السماوات، ملء السماوات وملء الأرض، وكلاهما جائز. لعلنا نقف هنا بمشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.